حصل في 30 يونيو، اللي حصل في 25 يناير، وحصل في الثوره اللي كانت قبل ما تخرج 30 يونيو، حصل نوع من التدمير. هو انا بجيب عربيه الشرطه منين؟ ما انا بجيبها من الضرائب اللي بيدفعها المواطن. صح. بعمل اسم الشرطه اللي بيخدم المواطن منين؟ بعمل المحكمه منين؟ دي كلها خدمات. دي انا مش بعمل مصنع بيبيع سلعه وبيطلع دخل، انا بفيد المجتمع بس بشكل غير مباشر. ليه؟ لان انا لما بحقق له الانضباط وبحقق له الامن وبحقق له المحاكمه العادله وبحقق له وبضرب بايد من حديد على المخالف، على الاقل الشخص اللي عنده استعداد ان هو يستثمر او يعني يتعامل مع المجتمع هيتعامل في امان، واخد بال حضرتك، وهيحس بالاتموسفير اللي انا موفره له. انما اذا ما وفرتلوش المناخ ده، ما اعتقدش ان هو هيقدر يستثمر. وبالتالي كان على الدولة اللي قامت بعد انتخاب الرئيس السيسي انتخاب حر بصناديق وبشرعية، عشان اخواننا اللي بيقولوا انقلاب لغاية دلوقتي بعد مدة تانية ده تخلف، يعني تشعر انك انت بتسمع ناس متخلفة، ده راجل قلع بدلته والناس قالت له تعالى عايزينك، خلاص. هو انا مولود ضابط شرطه او ضابط جيش او دكتور او مهندس او طبيب؟ ابدا. انا